نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اعتزام وزارة السياحة والأثار إقامة معرض مؤقت لمقتنيات الملك الذهبي توت عنخ آمون في العاصمة اليابانية طوكيو. وأكد المركز أن كافة المعلومات المتداولة بهذا الشأن غير صحيحة ولا تمت للواقع بأي صلة، مشددا على أن كنوز الملك توت عنخ آمون ستظل داخل مصر استعدادا لعرضها كاملة بالمتحف المصري الكبير، والذي من المقرر افتتاحه رسميا قريبا دون أن تسافر خارج مصر في أي معارض مؤقتة سواء في اليابان أو في أي دولة أخرى، مؤكدا أنه لا توجد أي مفاوضات أو مناقشات بين المجلس الأعلى للآثار مع أي مؤسسات أو أفراد في مصر أو خارجها لإقامة معرض لمقتنيات الملك توت عنخ آمون في اليابان.